السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا حدوم. يا بدر. شلونك ابو قعود؟ ايه بدر والله من ايش تايله وين غاطت هالمدين؟ لك الله يصير حبوسي يا بنتي، عم يشكل لي تعزيز البيت بالمعسفه. يحرق يعني دائما عينا على كاستي. ايش وقت تاني حدو بدي اسالك عن حاله عناصر الكراكون عبطول ابو حاتم. اي والله يا بدر. لا ابو حاتم على هالوقت لك ليش ما حدا بيحبني؟ لا تؤاخذنا بدر، تاني مره شو بصيب الحاره رح نخبرك انت اول واحد. شايف عم قاعد شايف اهل حالتي شو بيعملوا فيي؟ اخر من يعلم بهالحاره انا، لكن تقول رجل الكرسي. لا شفاك يا بدر، انت انت كبيره كثير بالحاره، انا بعرف بيتعاملوا معك، عدلنا رجل طاوله مو رجل كرسي. لا اصلي جذبتك انت التالي. لك 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 شو جايين يعملوا هدول هون؟ لازم خبر عضوات الحارة بالمضافي هني. هوا 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 يا عمو شو في كمان؟